أعتقد الرسالة كانت واضحة للمؤتمر من أول الافتتاح. كويس، الرسالة هو إن إحنا ضروري نعرف بعضنا أكثر علشان نقدر نتعايش مع بعضنا، وعشان نقدر نواجه المشاكل اللي في كتير من أجزاء متشابهة، سواء كنا في الدول النامية أو الدول المتقدمة، خاصة بالنسبة للشباب. الاستثمار في الشباب استثمار ذكي واستثمار ضروري. تمكين الشباب جزء أساسي. الاختلاف في الرأي وفي العقائد وفي المفاهيم أمر صحي مش أمر سيء، طالما أن احنا كل واحد اعتز بمبادئه وقيمه، ولكن في إطار من التعايش السلمي. بالتالي الاختلاف ربنا أساساً الخالق أتى به، وبالتالي فهو أكيد في مصلحة البشرية. مهم أن احنا إزاي نتفاهم ونتحاور وأن نعلم أكثر عن غيرنا.